انا ما عنديش مشكله، تنقول له امال كليني استفد شويه احنا نستفدوا شويه، يعني ما تنحاولش ندير داك الرطيفه تاع. اما هذه راه على الاقل غنبيع عليك اختي، الا بغيت نبيع عليك بثمن الموديل غنبيع عليك بعد 4900 درهم ولا 4800 درهم، ولكن تنحاولوا حنا نزيدوا على البركه، لان الدب غادي في الزياده الاخوات، راه مايمكنش انت تشري ثمن السلعه وتبيعها بثمن تاع شحال هذه، مايمكنش، لان شريتيها بثمن غالي وغتبيعها بثمن غالي. والدب راه غادي كي قلت لكم الاخوات، راه انت عندك شي حاجه قديمه وش حاجه اللي اللي دباج ولا اي حاجه غتجيبها دابا تاخدي اكثر من اللي شريتيها، يعني اكثر من شريتيها جي تاخدي في السرتلا وفي الكورميت في الرادكو والدباج، يعني هذوك تتخبي فيهم فليسات. اما بالنسبه لي زختي كلتها شي حاجه اللي سنيس لها، هذا راه ضروري ما تضيعي فيها 400 درهم ولا 500 درهم، يعني ضروري هذيك لان تتبع الموديل. لي بوكل بنانا واخا اختي ان شاء الله لا كانوا غندوزهم ليك، مرحبا بك مرحبا الاخوات. هذه 9450 درهم 945 اورو، 945 اورو ديال الاخوات 189000 ريال، 189000 ريال ديال الاخوات 100 غورميت غزال الاخوات، يعني معروفه هادي امريكان غورميت امريكان دي رويال، لان معروفه تبارك الله الرويال راه يعني معروفه الاخوات وغزاله ورائعه شي حاجه اللي تاع الدوام. الرويال كاين تاع العنق عندها، الا بغات الاخوات اللي بغيو تاع العنق راه كاين، نوريكم الخاتم والغورميت ديال الثمن ديال الاخوات هذا 2900 درهم، خاتم 2900 درهم، والكروميتا 3000 9450 درهم. ولكن تبارك الله فيها واحد اللمعه الاخوات، راه يا سلام، يعني في اللبسه ديالها تتبان تتلمع، يعني تبان رائعه الاخوات. الثمن ديالها 4000 عفوا 9450 درهم بالنسبه للكروميتا، وبالنسبه للخاتم 2900 درهم. السلسلة ديالها المهم، بغيتي تختي السلسلة ديالها حاولي تواصلي في واتساب، وان شاء الله نوريك الثمن ديالها ونعبرها عليك ونقول لك الثمن ديالها اكزاكت. اختي سؤال قبيلة على اخوات، كاين السلسلة هادي دايرين لهم 750 درهم ديال اخوات، 750 درهم ها هي. اختي سؤال قبيلة على السلسلة تاع الحجيرات، سين عطيني عطيني كل السلسلة مزيانة عطيني السلسلة هادي الاخوات 750 درهم، 750 درهم 15000 ريال 1750 درهم 75 اورو، هادي 75 اورو. وكاين هادي الاخوات 900 اورو، هادي 900 درهم، هادو غادي زوينين تاع الحجارات. وكاين هادي الاخوات هادي 800 درهم 80 اورو، هما ثلاث لي موديل غزالين، هادو سنيسات خفاف ورائعين. وخت لي سؤال قبيلة تاع الحجيرات، كاينة عندي ثلاث الموديلات، كاينين كاينة هادي 800 درهم، وكاينة هادي 900 درهم، وكاينة هادي 750 درهم، يعني هادو زوينين الأخوات لي بغاتهم تسكرينيهم، هادو خفيفين مش حتى تاع الديما، حتى تاع البوز ديما. خويا عفا الثمن ديال الكورميت والخاتم إلى اللي عاد دوزتي، واخا أختي دابا نعاود ندوزهم ليك نقول لك الثمن ديالهم، واخا ماشي مشكل. اخوات باش تلقوا معايا في هذا الكورون السنيسلات 900، هذه اخوات 800 درهم 16000 ريال 80 اورو، وبالنسبه لهذه 900 درهم 90 اورو 18000 ريال. وكاين هذه الاخوات الثمن ديالها 750 درهم 75 اورو 15000 ريال، يعني هذو بجوجهم يعني شي حاجه تاع خفيفه وشي حاجه تاع الدوام. والسلسله راه الصح والعمل الاخوات اللي كنت نقول لكم ديما، يعني راه شي حاجه اللي صحيحه وعمليه. دابا ندوزو لكم اختي سولتيني على هادو، هاهوما هادي دايره 9450 درهم، هادي 9450 درهم 9450 درهم، وبالنسبة لاباك ديالها داير 2900 درهم، فهمتي 58000 ريال، وهادي الاخوات 189000 ريال، يعني تبارك الله ما شاء الله عندو راه تبارك الله، شي حاجة اللي عملية وشي حاجة اللي غزالة. وتبارك الله حلقة البلوطة الأخوات، ها الهمة في شي حضرة ولا في شي قعدة، تبارك الله ما شاء الله، يعني هاد الأخوات راه تيبان لك يعني تيجيو غزالي مع شي تكشيطة، تيجيو رائعين، شي حاجة ملكية، خضر ملكي الأخوات.
الطول ديال السلسله اخوات اللي فيهم 41 سنتيم، ولا بغيت تزيدي فيها تزيدي فيها السلسله ديال الدوز الطول ديالهم 41 سنتيم. يعني كاين هاد الاخوات هاد الحلقات بلوطه نحاول ندير فيهم ثمن مناسب. هاد الاخوات 9400 درهم غزالين صراحه والله، الثمن هذا اللي مناسب يعني سارعوا الاخوات فيهم، لان بقوا عندي هادو وبقوا عندي هادو اخرين نوريهم لكم. 9400 درهم 940 اورو 940 اورو الاخوات 9400 درهم 188 الف ريال. هادو غزالين 188 الف ريال هادو الاخوات بالله الله تغزالين ورائعين. شي حاجه زوينه بالنسبه للحجر الخضر حر، شي حاجه غزاله ورائعه، وش حاجه تاع اللبوس بالنسبه للمناسبات تيجيو غزالين. وكاين شكل اخر، كاين هادو كاين هادو، كاين حتى هاد الموديل هذا زوين، هادو هكا طوال حتى هادو زوينين. عندك هادو موديل وهادو موديل على حسب كل شي عشق الاخوات. كاين هادو كاين هادو، هادو دايرين الاخوات 9400 درهم. وندوز لكم اخر شكل اخر، هادو الاخوات 7100 درهم 7100 درهم 710 اورو غزالين صراحه بلوليطات رائعين. شي حاجه اللي يا سلام، شي حاجه اللي تاع اللبوس ديما. الثمن ديالهم 710 اورو 710 اورو الاخوات هادو. كلشي غزال عندك الهمزه الاخوات. انتم راكم رائعين اختي سلمى، سلمى مرحبا بكم الف مرحبا. الجوده الاخوات شكرا لكم بزاف، انتم راكم رائعين، ذوقكم رائع، وانت صراحه مفخره لينا الاخوات. هاد الكلمات اللي صراحه تخليونا حنا نستمروا ونزيدوا عطاء في عطاء، لان يعني فاش تشكروا لي السلعه وتنحاول نجتهد اكثر باش نقلب لك على حاجه زوينه وحاجه ثمن مناسب الاخوات. 710 اورو 7100 درهم 7100 درهم 142 الف ريال. تبارك الله غزالين تاع البليريطه تيجيو هماويين في اللبسه. يعني الثمن ديالهم الاخوات 140 142 الف ريال 142 الف ريال 7100 درهم 710 اورو. غزالين هادو الاخوات اللي بغاتهم، واللي بغاو ديرهم اللي دوزت قبيله هما هما اللي بغاوش اللي بغيتو هادو مع هادو راه جاو غزالين. بغيتي هادي مع هادو يجيو زوينين، يعني كل الذوق ديالو كل واش يبغي شي حاجه اللي ماويه. السلسله قالت واحد الاخت قالت لك السلسله اللي فيها 18 غادي توصلني نفس السلسله غتوصلني اختي. راه طبيعه الحال اي حاجه شتوها الاخوات راه نفس السلعه توصلك، يعني ما كاينش اش اللي غنغيرو حنا. هذا الاخوات 3500 درهم حلقات غزالين هادو 350 اورو بلجيين. هادو الناس اللي كيبغيو العمود، الناس العيال اللي تيبغيو العمود ما تبغيش داك الحلقات، ها هما بالعمود هادو صحيحين وزوين. حتى العمود ديالهم غليظ وحتى الحلقات غلاظ، ثمنهم مناسب 70 الف ريال 3500 درهم. هادو الاخوات وصحيحين 3500 درهم 350 اورو 70 الف ريال. هادو 3500 درهم 70 الف ريال 350 اورو صراحه رائعين هادو الاخوات. الناس اللي تيبغيو تقول لك شي حتى ما توافقني حتى حاجه تيوقفني العمود، ها هما بالعمود حساس زوين فيهم، وعمود غليظ وعمود صحيح. الثمن ديالهم 70 الف ريال هادو الاخوات 70 الف ريال. واللي بغى الكليبس راه كاينين، ها نحاول نوريكم حتى الكليبس هذا بالعمود، وكاين اخرين بالكليبس كاين هادو حتى هما شي حاجه اللي زوينه. هما الاخوات هادو بالكليبس، هادو السدره ديالهم مختلفه على الاخرين. كاين عندك المحل اختي تنتوجدوا حنا في قصريه الصفا المسيره واحد الاحباس، وتنديروا التوصيل جميع مدن المغرب بالمجان، يعني في اي مدينه كنتي واي بلاصه كنتي تنصيفطوا لك السلعه حتى عندك الاخوات. تبارك الله عليكم تنتوما، تبارك عليكم الاخوات اختي فاطمه تبارك الله عليك تنتي. كاين توصيل المحمديه جميع مدن المغرب، يعني مدن المغرب راه توصل لكم تقريبا 48 ساعه توصل السلعه عندك الاخوات. الا لا كان شي حاجه بحال هكا شي تاخير في الامانه ولا شي حاجه ما صيفطوش لك السلعه في الوقت، يعني اما 48 ساعه لو ماكسيموم حتى توصلك السلعه. يعني دير الاخوات دير 4900 درهم 490 اورو غورمي تراد كل يد. لا اختي انا نحاول نوري لك، كاين كاين عندي الماضي نوري لك. هادو الاخوات 4900 درهم 490 اورو 490 اورو هادو الاخوات 98 الف ريال. هادو ب 98 الف ريال هادو الاخوات
زايرين بصراحه شي حاجه اللي همويه ورائعين، شي حاجه اللي تعلبوس يومي يعني تلبس على المناسبات ولا تلبسي مع قفطان تلبسي مع داكشي تاع هذوك زايرين عافاك خواتم. اختي بالنسبه للخواتم حاولي تقولي لي خواتم بغيتي ونوريهم لك. خويا عزيز عندك حلقات استعمال يومي واخا اختي انا نوريهم لك ان شاء الله استعمال يومي، نوريك شي عجله كانت موجوده لي انا نوريها لك كانت قريبه ليا. لما كانش الاخوات شي حاجه اللي عندي في اللايف حاولوا تواصلوا معايا في واتساب، الرقم ديالي هو 06 66 52 99. شي حلقات بنات صغار، بنات صغار اختي الا بغيتيهم حاولي تواصل معايا. ام خديجه يعني حاولي تواصل معايا في واتساب ونوري لك اختي. تمن 490 اورو 4900 درهم 98000 ريال الاخوات. تبارك الله الموديل الاخوات الكلاش في السيدي شوف كي داير تبارك الله الموديل هذا. يا سلام يا سلام شي حاجه وخزاله ولا طاي ديالو 5.8 هذا الاخوات شكي ديال تبارك الله البراسلي هذا تاع السيدي كلاش بالسيدي صراحه غزاله غزاله صحيح وشي حاجه تاع اللبوس يومي يعني شي حاجه اللي غزاله ورائعه الاخوات. مسير بوحدو تلبسي مع اي حاجه تلبسي تلبسي بوحدو تلبسي تلبسي مع اي حاجه تلبسي. هذا الاخوات 6300 درهم 630 اورو والله الا صراحه يستحق اكثر تيبان غزال ورائع وشي حاجه صحيحه. 630 اورو 6300 درهم 126000 ريال 126000 ريال الاخوات. قول لي يا خويا عافاك لويز لويز اختي الا كان عندك شي لويز عطيه لنا. انا لويز اختي راه قليل والله الا قليل يعني دابا حاليا لويز دابا واصل 3000 درهم 2900 درهم يعني باش كاين ولكن راه مفقود. كلشي زوين الله يعطيك الصحه اختي خوله شكرا لك اختي انتم رائعين ذوقكم رائع الاخوات. 630 اورو 6300 درهم 126000 ريال الاخوات 126000 ريال زال هذا وصحيح وعملي شي حاجه تاع اللبوس يومي. قنديل اخر اخر سنيسلا اخوات وغورميطه ديالها كاين هادي زويونه اللي بغا شي سنيسلا وغورميطه ديالها هي خفيفه ورائعه كاين هادي وكاين هادي. الغورميطه دايره 1000 درهم 20000 ريال وبالنسبه للسلسله دايره 1200 درهم باش معكم بحاجه بحاجه. بالنسبه للسنيسلا الاخوات دايره 1200 درهم 24000 ريال وغزاله في هذه الخدمه بحال شكل الديامو بحال الحجر اللي في الديامو تجي غزاله وتجي دوقيه. الثمن ديالها 1100 درهم 22000 ريال وبالنسبه للسنيسلا دايره 1200 درهم 24000 ريال هادو رائعين. عافاك ورينا غورميطات غورميطات واخا اختي خديجه شحال مره قلتي لي غندوزهم لك ان شاء الله اسمحي لي لان تنحاول ندوز السلعه اللي قدامي وديك الساعه بقى لي الوقت ندوز حاجه اخرى نجيبها من الفيترينا ونوريها لكم. الثمن الاخوات 1200 درهم بالنسبه للسلسله الغورميطه 1100 درهم 1000 درهم عفوا الاخوات 100 اورو 120 اورو غزارين الاخوات. بالنسبه للساعات اختي ما عنديش يعني الساعات يعني اخوات الحاجه اللي ما تنقدرش يعني ما تنعرف لهاش بحال هكا بالنسبه للمكانات وهذا راه خص يكون حاجه دوريجين يعني ما تكونش شي حاجه عاديه. بالنسبه للمكن يعني حاولت نديرهم شحال مره ونشتهد فيهم ولكن تجيك صعيب باش تفرق ما بين هذا وهذا. يمكن يعني الا عطيتي حاجه خص تقول لي هذه دوريجين هذه عاديه هذه باش ما تحاولش